اول حاجه معانا الجلاش اللي بالسبانخ والجبنه وزبده وزيت، ومعانا سبانخ متقطعه صغير جدا وشبت مفروم، ومعانا جبنه فيتا مكعبات، ومعانا جبنه اللي هي الموزريلا، ومعانا بصل جوليان، ومعانا كوبايه من اللبن، ومعانا 2 عدد بيض وملح وفلفل. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله كده ونشتغل على طول. انا عايزه اودي العطه الحله. احنا قلنا يا قلبي. طب يلا بينا. ماشي ماشي، المنيو معانا على الشاشه اهو للي حابب يصوره. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب كده معلقه وهنجيب قطعه من الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو عايزين قطعه كده من الزبده. بصوا شياكه الحله وجمالها، وبصوا توزيعه الحراره، بص الايد بعيده ازاي عن النار نفسها او الشعله اللي انت حاطه عليها. توزيع عظمه، الشكل حلو قوي فعلا، ده طقم عرايس يعني، وما تبخليش على نفسك لو حابه تجيبيه. طيب هنجيب حبه من الزيت كده اهو، ونعمل ايه بقى؟ هنجيب البصل بتاعنا بسم الله، ونبدا نشوح كده على طول. طيب انا بعمل ايه بقى؟ انا بعمل الخلطه او الحاجات اللي احنا هنحشي بيها الجلاش. تمام، حطينا معلقتين من الزبده، معلقتين من الزيت، وحطينا البصل بتاعنا، يا دوبك نشوحه كده ندبله، ونقوم نازلين على طول بالسبانخ بتاعتنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو السبانخ دي كلها دلوقتي هتهبط كده ومش هيبقى في الارتفاع ده، وهنقدر نتعامل فيها بسهوله. هنحط شويه من ثوم البودر اهو، والبصل البودر بالشكل ده، وحبه من الملح عشان نحدق كده الوصفه بتاعتنا، ما نحطش كتير عشان خاطر احنا عارفين ان السبانخ بتاعتنا بيبقى فيها نسبه من الملح، يعني فيها ملوحه، فاحنا مش عايزين نحدق الوصفه قوي. تمام، طيب معانا ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهو معانا ايه تاني يا ست الناس؟ عايزين نقلب، اه نقلب، وبعدين اول ما يدبل معانا كده هنرفعه من على النار ونضيف له الجبنه الفيتا، وبعدين الجبنه بتاعتنا اللي هي فيها المطه الحلوه عشان تديني الطعم الحلو في الجلاش، وكده الوصفه بتاعتي جاهزه ان احنا نطبقها على طول في الجلاش. تمام كده. بصوا بصوا بصوا، انا حاسه ان انا بطبخ في حاجه كده عظمه، شايفين؟ مفيش اللي اسمها ايه، بيقولوها ايه يا ياسمين؟ الطشطشه دي اللي بتحصل جوه الحله، حاجه كده عظمه، مفيش حاجه بتلزق اهو. بصوا اهو، بس الحاجات بدات تدبل معايا، هعمل ايه بقى؟ هبدا كده على طول اطبق معاكم الحاجات في بوله عشان خاطر طبعا ايه نبدا نحشي الجلاش بتاعنا. بسم الله يلا بينا. طبعا احنا قلنا على شروط المسابقه وهقولها تاني، احنا مش محتاجين اكتر، وارقامهم دلوقتي هتنزل معانا على الشاشه. شركه برايدز هاوس هي المعلن عن المنتج ده معانا، اللي هو كيتش نوفا النهارده معانا، وده المقدم ليكم في ان شاء الله في المسابقه. شروط المسابقه عباره عن ايه؟ ان احنا نعمل متابعه القناه هي ومتابعه ليا عشان خاطر المسابقه هتتبعت على صفحتي انا الشخصيه، وكمان هنعمل يعني وصفه كده سريعه بطريقتك بالبسيطه الحلوه، ان انت بس ليكي ان انت بتخشي المطبخ وتعملي وصفات وبتتابعينا، وهتبعتي كل الكلام ده على الصفحه بتاعتنا، وبكده يبقى انت حققت شروط المسابقه. حاجه سهله جدا، تاخدي طقم شيك حلو وجميل زي ده من كيتش نوفا. وطبعا عايزه افكركم تاني ان لو واحده بتجهز بنتها مش هيبقى فيه عظمه واحلى من الطقم ده، ماتيريال وخامه واقول لكم ايه تاني، وعظمه في الشكل، حاجه هتعيش معاكي وهتدفعي فلوسك في حاجه فعلا فعلا هتعيش معاكي مدى طويل، ربنا يديكوا الصحه والعمر يا رب. فده اختياري وده المنتج اللي انا واثقه فيه، فعشان كده بقدمه لكم. بس هنرفع كده السبانخ بتاعتي اللي احنا حطيناها نسويها على النار، وبنلبس بس امشي. طيب معانا الصفحه على الشاشه بتاعت برايدز هاوس، ودي برده للتواصل لو حابين تطلبوا
اهي اللي من خلالهم، ومعانا كمان رقم التواصل على الشاشة، ده الخط الساخن بتاعهم، تقدروا من عليه تطلبوا كل حاجة. تمام، اي منتج هيبقى معايا هنا هيبقى موجود على الصفحة دي، وكمان تقدروا تطلبوه من الخط ده. يلا بينا. انا بس ايه، انا ممكن ما اعملش كده اهو، مش عارفة البسه، فتمام يلا بينا. بسم الله، ناخد بقى الكلام الحلو ده ننزله كده ببولة اهو. بصوا الحلة مفيش اي حاجة لازقة، وعظمة، مع اني سبتها وايه ويعني اتلهيت في الكلام. تمام اهو، هنحط الجبنة الفيتا، وهنحط الجبنة اللي هتدينا المطة الحلوة. بسم الله بالشكل ده، انا بقول كفاية كده. طيب عايزة حاجة نقلب بيها معنا معلي الخشب. طيب حطينا ايه هنا في الخلطة الحلوة دي؟ حطينا شوية من الزيت على شوية من الزبدة وقلبناهم، وبعدين حطينا عليهم البصل الجوليان، وديناهم السبانخ بتاعتنا، شوحناهم مع بعض، حطينا التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وشوية توم بودر وبصل بودر، وبنقلب الحاجات دي مع بعض. وبعد ما نزلناهم كده في البولة بنحط الجبن بتاعتنا عشان خاطر نطبق الوصفة اهو. احنا بس كده ايه، نجيب شوكة، نجيب شوكة اهو بالشكل ده. ايوه كده اسهل لنا عشان خاطر نقدر نفرد كل الحاجات مع بعض. بس كده عايزه اقول لكم الجبنه الفيتا بتدي طعم حلو قوي في الوصفه دي اهو بالشكل ده. يلا بقى نبدا كده نجيب الصينيه بتاعتنا ونقفل الجلاش بتاعنا، ونشوف هنقفله ازاي وهنحشي الحشوه الحلوه دي في ازاي. طبعا انت تقدري تضعف كميه الحشوه دي وتقدري تقللي على حسب ما انت عايزه اهو. بس كده تعالوا بقى، انا عايزه اعمل ايه، نرجع الحله بتاعتنا دي ورا ونجيب الصينيه، وعايزه اعمل حاجه، عايزه اجيب الطاسه بتاعتنا اهي من كيتشنوفا، ونبدا مش عارف اشيل دي اهو. حاضر، هناخد بقى كده شويه من الزبده ونحطها هنا، نسيبها تسيح، ونبدا ده ان شاء الله باذن الله. ماشي اهو، اه ماشي اوكي. يلا بينا نقوم جايبين كده الجلاش بتاعنا ونبدا نفتحه ونشوف هنعمل ايه. بالشكل ده. طيب حاضر اهو، نشيل كل حاجه اهو، انت تأمري يا استاذه اهو. بصوا نزل اللبن ده تحت كمان، نوسع لنفسنا كده عشان نفرد الجلاش بتاعنا. بسم الله، ليه كده ليه؟ طيب نجيب بقى معلقه كده، او نجيب الفرشه بتاعتنا ونبدا نجيب كده ونفرش في الارضيه بتاعتنا كده طبقه من الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تاني اللي حابب يتواصل من خلال صفحه برايتز هاوس او الارقام بتاعتهم عشان يطلب الطقم ده، معاكم الارقام على الشاشه. تمام يلا بينا نجيب كده. بسم الله اهو. طبعا الجلاش احيانا بيبقى متفتفت كده لان هو كان يعني ساقع شويه، فكان محتاج يتساب لحد ما يفك كده ايه مع نفسه اهو. نعمل كده الطبقات، لازم نديها زبده كويس قوي، وناخد الطبقه اللي بعديها اهو كده بالشكل ده. معانا مين؟ الو يا ناديه. ازيك يا شيف عز؟ اهلا وسهلا، ازيك يا قلبي، ايه الاخبار؟ اكلاتك حلوه يا شيف عز. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ايه الاخبار؟ تسلمي ايدك والله. اسوان عامله ايه؟ ايه اسوان عامله ايه في الساعه دي؟
عاملين ايه في الساعه دي في اسوان؟ سامعاني؟ بتقول ايه يا شيف؟ مش سامعه. عاملين ايه في الساعه دي في اسوان؟ طب كويس، الجو دافي شويه في فؤاد. والله هو دافي بناسها وحلو بناسها. الله يخليك يا سيدي. تسلمي لي يا حبيبتي. ليكي اي طلبات؟ انا قلت لك الشاورما، ما قلتليش عليها يا سيدي. من عيوني. حاضر والله، حاضر. انت بس قلتي لي واحنا كنا مجهزين الوصفات بتاعت النهارده، انت كلمتيني امبارح، فحاضر من عيوني. حاضر، تسلمي لي يا قلبي، شكرا لاتصالك. بصوا احنا حاطين اهو، بصوا بقى كم طبقه، بصوا اهو الجلاش حلو اهو ماسك نفسه الحمد لله، فنقدر نعمل الطبقات اللي احنا عايزينها. هنجيب الحشوه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بفك بس الجبنه كده اهو بالشكل ده، نبدا نعمل كده، نحاول نبعد عن الايه الحواف او الجناب شويه عشان خاطر يعني وهو بيستوي ما يخرجش منه الجبن او تسيح وتدينا نتيجه مش حلوه اهو بالشكل ده. تمام، ناخد بقى طبقه تانية كده من الجلاش اهو، ننزل نفرد بالشكل ده اهو، ناخد شويه من الزبده ونحط كده ونعمل طبقات لحد ما نخلص خالص. طيب هنعمل ايه بقى في الاخر على وش الكلام ده؟ هنجيب بيضتين عدد 2 بيض، وهنجيب شويه من اللبن وحبه شويه ملح وشويه فلفل اسود. انا عايزه اخد بس الحاجات دي اهي المقطعه دي بس، هناخد دهنه كده اهو بالشكل ده، وبعدين نحط الكلام ده. الجلاش ما بيفرقش ان كان سليم ولا مفتفت من جوه، اهم حاجه الطبقه الخارجيه تكون سليمه تحطيها عشان تقدري تتحكمي ان انت تقطعيها صح اهو بالشكل ده. ناخد بقى اخر طبقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الو يا حسناء. اهلا وسهلا، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. على فكره انا اتخضيت عليك والله. ليه يا من التيشيرت فكرت اديكي فيكي حاجه، فقلت بصيت كويس لقيتك. لا هو كده بيتلبس كده. حبيبتي يا رب تكوني كويسه على طول يا رب. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، تسلمي لي يا قلبي. انا قلت بس اطمن عليك. حبيبه قلبي تسلمي لي، ما تحرمش منك يا حسناء يا رب. قولي لي، شفت المسابقه معانا النهارده؟ لا والله انا بس عليكم خلاص. طب ده احنا نازلين بطقم كيتش نوفا وعاملين حاجات عظمه. انا والله انت لسه فاتحه هي حبيبتي، وبسمع قناه هي على طول. تمام، وبعشق مدام ريهام سعيد والشيف هاله، وبصي انت بقى كل برامجكم. حبيبه قلبي على راسنا كلنا، كلهم حبايبي وزمايلي، ويا رب كده دايما متابعانا كلنا. خليكي تسلمي لي حاجه. تسلمي لي يا قلبي، الامر لله وحده. تسلمي لي يا قلبي، شكرا لاتصالك اهو. بصوا اقطع كده، تقطعي بقى التقطيع اللي انت عايزاها، مربعات بس نعدل لها بس ده عشان هي افتكرت ان انا ايه اهو، نعدل الهيكول بتاعنا اهو كده. تمام، متخضيش عليا ابدا يا روحي اهو، بس كده نعمل كده بس كده. اسهل وصفه وطعمها خطير. عايزه اقول لكم يا جماعه ان طعم الوصفه ده حلو جدا جدا جدا. طيب نعمل ايه بقى؟ هنجيب البيض سريعا، هم قاعدين انتوا عايزين فاصل طبعا. الحمد لله على السلامه يا قلبي. منوراني يا ياسمين، والله دايما كده منوراني حبيبه قلبي. طيب حبيبتي بصوا، ده الطبق اللي كان فيه السبانخ، هنحط فيه البيضتين. تمام، هنحط فيه كوبايه اللبن اهو، وهنحط شويه الملح والفلفل اهو، وهنقوم عاملين ايه رشه من الملح اهو ورشه من الفلفل الاسود اهو، وهنضرب الكلام ده كله كده مع بعضه وننزل بيه على الصينيه الخطيره دي. يلا بينا، يلا بينا اهو. نفك بس البيض ده اهو،
نقلبه كويس جدا عشان خاطر ما بقاش فيه اي ايه تكتلات فيه من البيض ويدينا النتيجه الحلوه. بس كده الجبنة الفيتا مع الجبنة الموزاريلا مع البيض واللبن بيدوا قوام حلو قوي للجلاش وبيبقى عظمة. في ناس كتير مننا متحبش اللحمة المفرومة، في ناس كتير مننا متحبش أي حشوات فيها لحوم أو فراخ، فالوصفة دي مناسبة ليكو. وأنا عن نفسي بعشق السبانخ، فبعشق أي حاجة فيها سبانخ أهو بالشكل ده. ناخد بقى الكلام الحلو ده ونروح على الفرن. هنعمل إيه؟ نديها بس كده إيه تقليبة بالشكل ده عشان نوزع اللبن والبيض في كل حته. يفضل ان احنا نسيبها تتشرب كده قبل ما ندخلها الفرن حوالي 5 دقايق بس وندخلها الفرن على طول.